سفيان، يعني الجمعية أحدثت يعني حدث، ولو أنه تعدى يعني مرور الكرام مقارنة بالأحداث السياسية والأكتواليتي اللي قاعدة تعدها، وأنه خرج بيان في الأسبوع الأخير من شهر جويليا تحدث عن مطالبة الحكومة بالالتزام بالشفافية، ومعناها طالب الحكومة باش تمد الرأي العام الحيثيات نتاع يعني المذكرتي التفاهم اللي تم امضائهم مع يعني مستثمر خارجي قطري، المتعلقين بكما قلنا اسناد لزمتي مشروع بالنسبه للمسافات الصغيره في صفاقس ومنجم اسراورتان في الكاف. اعطينا اكثر تفاصيل على خاطرها الامور هذه ما تمش تداولها، ما سمعناش، معناها المواطنين ما في بالهمش اليوم في تونس اللي فما واحد قطري جاء خذا بار كبيره ولا خذاها معناها الصخيره وسراورتان. اعطينا اكثر تفاصيل وعلاش طالبوا في الحكومه بمد الراي العام بكل التفاصيل المتعلقه بزوز يعني الاتفاقيات هذه. في اطار المقاربه الوقائيه احنا كنا مركزين على المعايير الدوليه وعلى المستقبل، ولكن للاسف يعني ما رانا انه مثلا انه فما بعض تسريبات، لان خرجت تصريحات وقتها في الجزيره، فما بعض وزراء قالوا بعض تصريحات، ثم بعد صدر بيان رسمي اثر زياره ولي العهد مش مستثمر. أي. احنا ما يهمناش في جنسيته، ما يهمناش في جنسيته. أي. احنا كجمعيه ما فهمناش كيفاش يمكن للحكومه اليوم تتحدث على مذكره تفاهم في مشاريع تبلغ 7 مليارات او اكثر بدون حتى احترام المبادئ الدنيا للشفافيه. شنو هي المبادئ هذه؟ تكافؤ الفرص. هي جاي المستثمر لقيته يقول لك المواطن طيب جايتنا فلوس، معناها مرحبا شمني فيها من قطر ولا من النمسا. معناها احنا اول ناس نفرحوا بالفلوس، اما نخافوا نكون فوتنا فلوس اكثر، لانه المبدا نتاع تكافؤ الفرص والتنافس النزيه والكراس الشروط واجراء طلب عروض بالعربي يمكن صعيبه ابل دوفر وغيرها، هن انه الدوله ما تمش هذا لحد هلما ما تمش، لانه لو تم ما يتمش في السريه، لو تم لو عنا علم به لحد علمنا ما تمش حتى شيء من هذا، اكثر من ذلك لانه مذكره التفاهم فيها مذكره ثالثه ما تعرضلهاش البيان نتاعنا مع الستيج، ما قالوش حول شنو، ما فهمناش، ماذا بينا؟ ماذا بينا احنا كدافعي ضرائب كمواطنين، مشاريع ضخمه فيها 7000 مليار تقريبا حسب البيان الرسمي، تكون عندنا حد ادنى من المعلومات مع احترام كل الشروط نتاع المنافسه النزيهه والشفافيه اللي الحكومه التزمت بها واللي مش ممكن، يعني احنا ربما مش نقول كلمه كبيره شويه، حتى بن علي كان يحترم المظاهر الخارجيه هذه حيث الشكل على الاقل، على الاقل لا احنا ما نحبوش الشكل، لا لا ما عملناش هذا كل باش نبقى نحترموا الشكل، احنا نحترموا الشكل ان شاء الله المضمون، نحترم الشكل المضمون معناه الى حد الان حسب المعطيات الشحيحه المتوفره ما فماش احترام للشكليات اللي تضمن المنافسه النزيهه. باهي.